طيب هلا نبدا بشابتر 4 عن اليونيكنس. هات نشوف يا شباب احنا وين وصلنا. عرفتوا هاي مذكرينها from examples to elementary facts. كنا مصطفى جرار teach knowledge engineering. هيك بعدين كنا بيرسون مصطفى جرار teach course knowledge engineering. فبنعمل الفاكتس من الداتا من الاكزامبلز. اكزامبلز يعني مكانها داتا. لا 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 فبعدين عملنا درو للفاكتس. بعدين بعد ما نخلص زي كيف اللي عملتوه انتم في الهوم في البروجيكت نرسم شيء شبكي بدون كونسترينتس. بعدين شو بنسوي هلا؟ نيجي نحاول نحط كونسترينتس. طيب بنقول هاي اسمها سميث وهذا اسمه جونز. هاي قد ايه وزنها؟ 95 كيلو. هذا وزنه 110. هلا تغير شيء؟ وزن جون. ها؟ كلهم اوزان. وزن ايش؟ مين وزن مين تغير؟ جون. مين؟ جون. هلا هاي سناب شوت من الحياه. هيك في هذا اليوم تشيك هذا بك وزنه 95 وهي 110. بعدين مرة ثانية 95 75 معناته هاي سناب شوت ثاني من الحياة. هلا بس هلا هاي شو تغير هون؟ الوزن. شو اللي تغير؟ الوزن اللي تغير ولا قيمة الوزن اللي تغير؟ فاليو. فاليو اوف ذا ويت. قيمة الوزن. فاليو اوف ذا ويت. بس الانسان قديش الوزن؟ ممكن نخزن الاثنين ولا نخزن واحد؟ طبعا اذا بدنا نخزن الاثنين بس اذا بنعرف وزن الانسان ها؟ وان فاليو. الاخير. بدنا وان فاليو. فالانسان بالنسبة لنا لما نوزنه ناخذ وزن واحد. ها؟ فهلا اذا في علاقه اللي هي من حمل ما دخلنا على ايش؟ على اليونيكنس. فاللي بدي اقوله هون انه how can we record such information without redundancy؟ منى يعني الداتا يعني انا بدي اخزن هذا اليوم بدي اقول سميث بكى وزنه 95 وجوز بكى وزنه 110 وبهذا اليوم سميث 95 وجوز 75 بعمل الويت مثلا بكون عندي تو انتيتيز وحده للبيرسون وحده للويت وبكون في رول بتربط بين البيرسون والويت اوكي وبعطي مثلا احكي كداتا بيس ولا ان جنرال اوكي مثلا الويت بيكون فيها فورين كي من الويت على البيرسون هو نفسه على انتيتي البيرسون. نفترض انه احنا من البيرسون عندنا خلص اي دي نحطه في تيبل واحد بدناش فورين كي. كيف بنساوي؟ في تيبل عادي لو بدنا نسجلها كلك على جدول على الورقه. اوكي بنقول اسم البيرسون اسم البيرسون والمثلا بدك تاخذ الديت مشان تفرق بدناش ناخذ الديت الويت 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 طيب بدي اكرر الديت الويت سوري الويت بس اسم البيرسون بضل اكرر الويت بقدر اكرر الويت نفس الكولوم ولا بنفس التيبل بضل اكرر الويت مره 110 مره 75 شو اسوي؟ كمان تيبل ثانية ليش عملت تيبل ثانية؟ يعني انت مال المعلومة انه وزنه كان في التاريخ الفلاني 110 قديش تاريخ؟ فيش تاريخ تاخذهم تنتين بدون ما تعمل ريدندنسي شو صارت هاي؟ يعني انت ما بدك تكرر الاسماء يعني ما بدكش نكرر الاوزان لا نكرر الاوزان بتربطها مع الاسماء شو كيف طيب بحط الرقم فبدي احط يونيكنس كونسترينت على الويد على الايدي نمبر هذاك اللي بتكرر شفت شو معناته اليونيكنس بدي ارفعكم شوي اليوم من اليونيكنس من السبيسيفيك امبلمنتيشن اللي بتعرفوه في الداتا بيس لشوي ابرد فلسفتها شوي هلا لو جينا مثلا عندنا هون ونقول بيرسون جوكس انو بيرسون اللي بيعمل جوكس هون بيلعب رياضه ادم وبراون وادم ها شو هاي؟ مرتين تكرر مرتين طيب اللي هي ادم هاي كررناها مرتين لها معنى هاي التكرار؟
لو قرناها 1000 ولا واحدة من ناحية منطق معناها انه بيلعب رياضة ممتاز بالضبط. لو كررتها 1000 مرة لظلت اكون عمار بلعب رياضة عمار بلعب رياضة عمار بلعب رياضة 1000 مرة ولا 1100 ولا واحدة نفس المرة هي نفس النتيجة صح؟ طيب how can we prevent people adding such redundant information؟ كيف؟ constraint. شو بنساوي؟ بنحط هذا السهم على الريليشن. مزبوط يا اسراء؟ الريليشن مزبوط يا منى؟ مزبوط. نحط اليونيكنس كونسترينت على الريليشن. غلط. على الرول. على الرول. طلعش كريليشن، طلع ك رول. فبنقول اليونيكنس كونسترينت انشورز انه ان الانتيتيز ار يونيك نو دوبليكيشنز. لاحظين؟ طيب اللي هي هاي لما نيجي ندخلها وكانك لما الداتا بيس تدخلها شو بيعمل الداتا بيس؟ ريجكشن على هاي هذول نفهم هذول نقول بوليتيشن واز بورن ان كانتري كانتري از بيرث بليس اوف بوليتيشن هلا هاي شو معناها؟ لما تشوف اليونيك مس كونسترينت شو معناها؟ كانت في يعني كانت في دبلد او ريبليكيتد شو يعني؟ ممكن تكرر موست كانتري بورن شو ها؟ شو يعني؟ شو يعني؟ يونيك كانتري بالناس بلغه التكرار نحكي يونيك يونيك انه كل بوليتيشن له كانتري له اكثر من كانتري ولد فيها مضبوط ديما؟ لا بالعكس بالعكس شو يعني؟ اكثر من بوليتيشن له سيم كانتري مكان واحد فقط انه كل بوليتيشن له مكاس مكان ولاده واحد هذا الكلام بيعنيش انه المكان هذا جزء ولد فيه اكثر من اكثر من واحد طيب كل بوليتيشن هيتس جفرمنت اوف ا كانتري احنا بحاجه الى كونسترينت ولا اثنتين هلا في عنا واحد سياسي وعندنا كانتري هذا رئيس الحكومه من قوه ها انه البوليتيشن هيتس مور ذان كانتري بصير؟ لا بصيرش يعني لنفس الجفرمنت؟ لا ما بصير ومن الكانتري هيدد باي بصير هاي بصير هاي بتصير عندنا اكثر من بريتش هاي بصير هاي بتصير عندنا عند كلنا بصير لا كيف؟ الحكومة لها أكثر من رئيس شخص صار رئيس عليها مش مشكلة بس مش بنفس الوقت مش بنفس الوقت سناب شوت سناب شوت لا مش بقول سناب شوت لا بنحكي سناب شوت إن يعني اكرر ولا ما شو اللي اكرر وشو اللي ما اكرروش؟ مرة تكرر الاولاني بس بصير تكرر الثاني. طيب شركة يعني كلينتون بدها تقول لنا شو معناته نحط اثنين؟ وشو معناته تحط واحد هون؟ او واحد هون او ما حطش بالمرة. يلا. إذا كيف فاهمة إنه لما تحط اثنين معناتها زي إنه يونيك. أنا عارف. يعني زي كأنه برايمري كي. أنا هيك فهمت. أنا لا بدي بهذا المثال شو معناه؟ اه بهذا. انه واحد لواحد هذا لغة مبرمجين بلغة سياسيين يعني انه الرئيس هذا بحكم البلدة هاي ما بحكمش بلدة تانية والبلدة التانية مثلا بحكمهاش اكثر من رئيس هذا نبدا من هون اذا حطينا هاي لحالها شو بصير معناها؟ معناتها واحد اسم بتكررش خلص شو يعني؟ يعني رئيس واحد رئيس مثلا لكل دولة رئيس واحد لكل دولة رئيس بحكم دولة واحدة إذا حطينا هاي هون هاي وهاي كمناها يعني معناته إنه الرئيس بحكم بس دولة واحدة إذا هاي يونيك وهاي لا مضبوط صح مضبوط يعني ممكن تكون والله إسماعيل هنية وسلام فياض هذا ما تكررهوش بس هم نفس الشيء خلينا نحكي على الأردن رئيس حكومي مش الملك ليش في اكثر من ملك طيب البخيت احمد عبيدات رؤساء حكومه رؤساء حكومه للاردن سيم كانتري بس تو ديفرنت بوليتيشنز معناته اليونيك البوليتيشن يونيك والكانتري مش يونيك طيب طب بصح لاحمد عبيدات يرجع اخر مره؟ بصير معناته؟ ما هو احمد سي والله صح طب بس احمد عبيدات يصير رئيس حكومه لدوله غير الاردن مثلا؟ بصير؟
أصعب شوي. بسيط في اللغة الفلبينية كل شيء بسيط. طيب هلا أنا مش هيك السؤال بدي أسأله، مش بدي أسأل بالواقع هسا شو تقول إذا هاي يونيك وهاي لا، شو معناها؟ يا شريحة أكثر من دولة ورئيس واحد، يعني الرئيس ممكن يحكم أكثر من دولة. أنت قلت قبل شوي قلت العكس، انتبه. ما أنا مش فاهمة قصدك. الرئيس ممكن يكون إذا حطينا هاي وهاي كلمناها شو بصير؟ رئيس بيحكم أكثر من دولة. يعني الرئيس بسحله يحكم أكثر من دولة، مش رئيس بيحكم أكثر من دولة، بسحله يحكم أكثر من دولة. لاحظ الفرق؟ أو الدكتور لا، ليش ممكن يكون أكثر من الرئيس حكم نفس الدولة؟ أنا بقول إذا كلمنا هاي وحط خلينا هاي مظبوط، أكثر من الرئيس مختلفين حكموا نفس الدولة. هاي ما تكررت، ليس هناك ما يمنع. طيب أو وكمان أو إنه رئيس لا مو رئيس حكومة أكثر من دولة بصير فيه حسب أنت تقرأ، حسب أنت تقرأ مو ولا الثنتين، يعني الثنتين لازم نحكي. حاط يونيك على كونستنت على يونيك على الأول، شو تكرر الأول كم معناته شو إذا ما بكسر شيء كرر كمان أول شو معناها؟ أكثر من رئيس حكموا نفس الدولة. لا إنه الرئيس بحكم دولة بلكي ما تكررت شو مش حاط عليها يعني رئيس واحد يحكم بلكي ما كررتش بالصدفة رئيس واحد يحكم دولة ان الرئيس بحكم بدوره مش هيك مش هيك مش هيك سؤال مش شو اللي مسموح شو الممنوع لما بحط هون كونسترين شو اللي بصير ممنوع نفكر الرئيس البوليتيش شوي بشريها رئيسين ممنوع رئيسين يحكموا نفس الدوله هيك هذا اللي بصير ممنوع اذا كان رئيسين يحكموا نفس الدوله شوي انه رئيسين يعني انا بحط هون يعني هون الاسم بظهر مره واحده بس هون الاسم ممكن يظهر يو اس ويو اس معناته رئيسين بحكم الدولة اذا شو اللي منعته؟ لما بحط هون لما بس بحط هاي شو اللي بصير ممنوع؟ مش شو اللي بصير مسموح؟ شو اللي بصير ممنوع؟ ممنوع يكون على اكثر من دولة البوليتيشن ممنوع يكون على اكثر من وان كونتري هو اذا كان اسم البوليتيشن يونيك يعني بده يظهر بس مره واحده عشان فهو 100% بالمره الواحده هي حيكون اسوسييتد مع واحد من هون معناته ممنوع اكثر من مع ممنوع للرئيس يقوم اكثر من دوله ايت بوليتيشن هيتس هيتس جوفرمنت او موست وان كونتري طيب لما احط هاي هون شو بصير معناها يا عبير لما هاي بس بدون هاي بس هاي دولة بحكمها رئيس واحد هيك معنى دولة إنه الأسماء الدول مش شو مش بسمع شو بحكمها شو اللي منعناه لما حطينا هاي ممنوع يحكم أكثر مش شوي يا عمو لا أيوة حطينا هاي اليونيك شو بصير مش راح تتكرر أسماء الدول مش راح تتكرر أسماء الدول مقابل اسماء الحكام ايوه اذا شو معناها يعني حكم دولة اللي يحكمها واحد بس لا ممكن اكثر من واحد يا اسراء ممكن اكثر من واحد ممكن اكثر من واحد طيب شو اللي منعناه معناته منعنا انه الدولة يحكمها بس واحد منعنا انه الدولة يحكمها اكثر من واحد لانه الدولة مش راح تتكرر يعني راح يصح لها اسم واحد صح صحيح طيب مكتوب ولا صح ايوه ايش كانتري ها موست وان هيد بوينت تمام طيب وليد ما تضحكش عليهم لما احط الثنتين شو اللي منعته؟ منعت انه اي حكومه يكون عندها اكثر من رئيس منعت اي رئيس يكون رئيس اكثر من حكومه منعت الثنتين ايوه شفتوا عاد كيف اليونيك ناس بدكم طيب يلا لما احط هيك فيزيتد هاي مش يحكم إنه البوليتيشن فيزيتد كان سام كونتريز والكونتري واز فيزيتد باي بوليتيشن شو اللي منعته؟ حط على الثنتين؟ هيك على الثنتين؟ على الثنتين هي الثنتين انه هاي وهاي مع بعض ممنوع تكرر يعني كلينتون وسي اي كندا بعدين كلينتون وسي اي ممنوع هاي بس هاي هيك بصير بس يعني بوليتيشن يعني بوليتيشن كان بوليتيشن كان يحكم الدولة مرتين ممنوع الدولة يزور يحكم حاكم ممنوع نفس البوليتيشن يزور نفس الدولة أكثر من مرة هذا اللي معنى وبنفس الوقت ممنوع نفس الدولة يزورها نفس البوليتيشن طيب هاي اكزامبلز طب ما انا احكي لو انا حطيت التنتين هذولك تصفى نفس المعنى حلو هذا السؤال حط شو الفرق بين هاي التنتين وهذا التنتين والتنتين هذولك انا اللي جابوا هذا السؤال عبير
عبيد فسرت الهدى الطويلة هاي شو إنه شو معناها؟ ممنوع نفس الدولة يزورها أكثر من بوليتيشن صح؟ أو نفس البوليتيشن يزور نفس الدولة أكثر من مرة. لما حط الثنتين هذيك شو فسرها وليد؟ إنه كل دولة زي بصير يزورها واحد بس. افترض إنها هاي زيارة؟ إنه كل دولة يزورها واحد بس. واحد بس أكثر من دولة. شو الفرق بينها؟ في فرق كبير طبعاً. كمان مرة يعني احنا ندور على الفرق مرة بتسأل اني يعني انا في فرق بين احط الثنتين كل واحد لحال واحط هاي كلها طويلة مع بعض فيش مشكلة اثنين زاروا هين عندي بصير فيش مشكلة اثنين زاروا بس المهم انه هذا ما يكرش زيارته كمان مرة بس هذيك المرة بس واحد يزورها لغة مش تكنيك انه انا بتعامل لما احطه بتعامل مع كل هيك انتيتي وحدة الدولة ومع الرئيس هناك لما احط كل واحد لحال بتعامل مع يعني ها هاتوا نحط A و B نحط A هلا هاي طلعوا اسمعوا طلعوا هون ها هاي حطينا هاي هان حطينا A وحطينا B بس هاي كمان A وهاي ايش C C غلط غلط شو الغلط هي الكلام طيب B هي بي كونتري بس ما بعرفش احط مثلا بدي احط دي سي مزبوط مزبوط اوكي هو على فكره بصير اذا حطيت بي هاي مسميات ترى هاي ديفرنت بروبلم حتى نكون هاي اي واحد وبي واحد واي واحد وبي اثنين بصير بصير لان هاي اتكررت طيب لو حطينا هاي اي اثنين بصير طب هاي واحد بصيرش طبعا لا بصيرش ليه؟ لا اليونيك الثاني اليونيك هون سيجمنتد اليونيك هون مش واحد مش واحد شفت كيف؟ هلا هذا نشوف لو نعمل هاي نحط هون وهاي الطويلة هون نحط A واحد وB واحد بصير؟ بصير طيب A واحد وB واحد بصير؟ لا لا غلط طب B اثنين بصير طبعا إيه شو الفرق بين النوع؟ كانت فوق ممنوعة هاي هون مسموحة وهاي هون ممنوعة انت في الحالة الثانية دكتور بدك كل الريكورد كل الريكورد كل الطبل كل الريكورد ما يتكلم كل الطبل في علم الثيوري بنسميه الطبل مش الريكورد كل الريكورد ممنوعة شفت الفرق؟ وضحت؟ طيب ما دام وصلنا واصلين هون أني أقوى من الثاني؟ الأولى طبعا يعني أني إمبلايز الثاني إذا حطيت الأولى بتضمن الثاني الأولى بتضمن الثاني بتضمن شو يعني تضمن؟ لا يعني الأولى جزء من الثاني ولا العكس ليس صحيح لا هيك مثل العكس لا ما مش العكس الأولى جزء من الثانية جزء؟ شو يعني جزء؟ المحتوى فيه يعني لا لا فيش اسمه محتوى الأني اللي أقوى يعني أنا إذا إذا منعتك من هاي الشغلة معناها منعك من هاي وهاي لا مزبوط طيب يعني بتدمنعك أنا يعني بتدمنعك تساوي كذا وكذا بس عمليا إذا منعتك من هاي كمان منعتك من هاي هيك بنفكر أني اللي يعني بصير اللي كمان سترونجر بنسميها اسمح لي الاولى اقوى سترونجر الاولى سترونجر يعني زي عفوا دكتور زي ما تحكي واحد ممنوع تلبس تيشيرت والثاني ممنوع تلبس تيشيرت احمر ايوه بالضبط ممنوع تلبس تيشيرت اقوى طيب هلا اني اقوى الاولى منى شو رايها الاولى شريها طب كيف طب ها يعني تقدر تجيني لي كيس تزبط هون تزبطش هون خلص بكفي ها فهمتوها هذا معناته انه في كونسترينز شو مالها اقوى من كونسترينز اقوى من كونسترينز هذا الكلام بتضمن انه لما نجي نعمل موديلينج لازم ناخذ بعين الاعتبار شو اللي بتضمن بعضه مرات نحط كونسترينز كثير وإيش ماله؟ implies they are implying each other
صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ فهذا الكلام لما تعطوني الهوم ورك او البروجكت تبعكم بديش اشوف شيء امبلايز. طيب نمشي. What is unique here؟ وين احط؟ وين احطها؟ parent of a child of يا هات نفكر احنا بدينا بصراحه انا اللي عمالي بفكر اذا هيك نفسها منقدرش نحط constraint لانه parent can be a father or a mother ف a child can have can a child can has two parents و a parent ممكن يكون عنده اكثر من لازم تحط constraint على child يمكن لانه parent can be can has more can have more Child. Many to one child, but child can't have more than one father. He, like he can, he a child can have two parents. Oh, but two parents, but مش نفسهم. مش نفس الشخص. No. Different persons. تمام. طيب. كيف can have more than two parents? أبوهم. أبوهم. More than two parents. بس هو الأب هو شخص والأم شخص. طيب. He can't have more than a parent. Child. حسب بزبطش يعني ولا واحد تحط شيء هيك فاش تحط هون فاش تحط هون طب هات نفكر بصوت عالي طب ليش حطينا هون لازم نحط نبدا من هون حطينا هون معناته الاسم بتكرر مره واحده معناته له بس معناته بس بنسبح للبيرنت كله بالواحد الصين بتزبط بس الصين بتزبط طيب اذا حطينا هاي هون ممنوع لابن كله اكثر من ابو واحد معناته ممنوع للابن يكون له اكثر من اب واحد او ام واحده يعني فمعناته طب ليش على ثنتين؟ ما عم مخلف اثنين شو سوي؟ ما طيب كل نوع مع بعض اظني اب تزبط كل مع بعض لحظه تفكير هاي اب كثير بتزبط بتزبط؟ ليش يا مؤيا؟ لو وصلش واحد يبكي له ابوين يعني ابو اثنين ابو يعني سيت بس زي الحاله هذه يعني الاب والام طب شو المشكله نقول هون محمود ابوه محمد يعني محمد ابو محمود طيب بعدين وين اسمع سعيد ابو سعيد محمد ابوه انو ابوه محمود محمد محمد هاي اذا هون شو المشكله ايش المشكله طب ممكن في اكثر من هم متجوزين يعني هم اخوه مثلا فيش مشكله هاي بتعنيش انا فيش يعني رابطه الاخوه مش موجوده هون ما لنا علاقه في هاي قبل كده اي ريليشن ثاني لا انت بتحكي على مثلا احنا علاقه نحكي علاقه اب مع ابن او مع ام واحد مش اكثر واحد وانت بتحكي محمد ابو محمود هيك حكيت هاتوا نحكي انو اب محمد الاب هاتوا انه نقول في عنا انس وعمار اب ماهر وأناس وليد أبناء فهون ممنوع للأب للابن يكون أكثر من أب بس الأب بكون أكثر من ابن هلأ إذا بحطها عليها كلها معناته هيك نكون لا بزبطش بزبط الابن كله أكثر من أب زي المثال اللي حطيته هي بتفلع ضفه مسموح هين ولا مش مسموح هاي مسموح ولا مش مسموح مسموح طيب معناته بيطلع لنا مسموح طب نسيتوا إنه إذا هذيك موجودة إذا هون حطينا واحد إنها تتضمن الثانية نسيتوا ولا نسيتوا؟ نسيناش طيب إذا حطيت هاي لفوق وزبطت الأكل منها بزبط صح ولا لا؟ مزبوط؟ طيب وين نحطوها؟ هون؟ هات نشوف صح ولا لا؟ هاي في بيبيليش توم وبيلو ماري في غلط هون سو وبيلو ماري
في غلط؟ لا. هاي. هيك؟ عليهم كله. عليهم كله. معناته هاي تزبط؟ أكيد تزبط. أكيد تزبط؟ شو؟ لا 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 لا. أكيد. العكس. العكس بسيط. إذا. إذا في له داعي بيجي مش دائما لازم يكون بصير إذا في له داعي إذا ليش معناته هاي تزبطش عشان أمه يعني مرة ابن أبوه مرة ابن أمه عشان بيل وبيل إذا حطيت هاي هون بقدرش أحط إلا يا أبو يا أبو هنو كان هاي منى منى تصحيح منى ولا لا منى بشغلي بس مشان هيك مش منى قلنا هاي تزبط ولا تزبطش هون مش منى حكيتها بكره منى منى هون ولا هون تزبط نحط واحد هون تزبطش لا هيك الريليشن صار يعني هاي طب احط واحد هون بصير هيك ضيعت الام والابو لا ما بصير ليش لانه يا شريعة لانه بدك تحط اسم الاب يعني هي بتحط اسم الاب اذا بدك طيب بيجي لها علاقتي علاقه الانسان مع امه وين احط يا انس هذا هذا مثلا احط هون هذا انت ايش فني اصلا هذا بس اه بس انا هذيك بيره تحتم اثنين هاي ما بعرف طيب فاضر يا وليد لو هاي فاضر بس حكيت بيرت لا بتكون هاي كلها طيب هاي مشكلة هاي شو رايكم يا ديما حسب انه قانون بدك تمشي قانون الخليل لا كان جتا لا طيب حسب قانون فلسطيني مش حسب القانون الاسلامي اها حسب القانون الاسلامي مش الفلسطيني انا طيب حسب القانون الاسلامي ال is wife of لازم يكون عليها الوايف هاي تكون عليها هون طيب. لا لا لحظة طلقت وجوزت كمان مرة لا هذا مش ثاني برا بالعالم خلينا نقول بشكل عام غالبية الحالات التنتين لازم يكون عليهم التنتين لازم يكون عليهم هذا رباط وثيق ماشي فاهمين؟ فاهم إيه تكرروا هاي في البيت اذا معناته في عندنا هاي نفترض انها هاي جنرال كيس هاي خلينا نقول هاي ار وهاي الرول اسمه اي وهذا اي وهذا بي تيجي مره هون مره هون مره هون مره هون او عليهم كل هاي كل الاربع حالات كل احد يشوف معناه طيب لما هلا احنا بدنا نحكي على شو رايكم فيها منقول طلع في عندنا شخص بيكتب شخص بيعمل ريفيو شخص بيكتب شخص بيعمل ريفيو هلا اللي بيعمل ريفيو هلا انا يعني وانا وحد اعطانا احنا من ريفيورز لكتب اه احنا ريفيورز لكتب هاي هيك هذا المثال انه احنا او الارتكلز بيبرز احنا بنعمل ريفيو رفيري يعني معناها بنعمل ريفيو شو اللي ممنوع اي بيرسون يعمل اي ريفري لاكثر من بيبر ممنوع اي بيبر يعملها ريفري اكثر من واحد من بيرسون شو انا ايش بقول شو اللي لازم نمنعه احنا يعني وين نحط الكونستريت فيش منع كيف فيش منع يعني واحد لو نرجع نستغرق اكثر مره بصير ما عندي بيبر يعني بيبر هاي اللي نكتبها ولا بيبر لا بيبر يعني ارتكل او كتاب بصير راجع ارتكل لنفسه بكره يجيبوا نفس الارتكل راجع نفسه لا اثنين سوا بس ليش تسلى الارتكل راجع اكثر من حدا موافقين؟ خلص
بصير هو عاب بصير أكثر من واحد. ليش ما يراجعها؟ لو بحط بكون حكي على اثنين لازم يكون. وتمتلك البيبرز اللي مش مراجعة ما حدش يرجعها؟ إذا في وقت لازم يخلصوا كل البيبرز. إحنا من إحنا بس ندور عايش اللي منعه مش نسمع. آه طيب بصير. شو اللي نمنعه؟ إنه الواحد يراجع أكثر من بيبر واحد ويعيد اللي يعيد عليها إلا إذا حكيته إنه. صح نمنعه أنا ال. آه. إنه ممنوع نفس البيبر تتراجع من نفس الشخص, الشخص أو ممنوع نفس الشخص يراجع نفس البيبر. طلع يوم اثنين. إذا هلا آه سوري هذا الفابوليشن نسميه significant. يعني هل هاي صح ولا مش صح according لهذول؟ صح. آه؟ هلا أنا شوفوا ليش بسويكم يعني حسنا تقعد أجرب قدامكم إذا حطينا هاي وهاي مع بعض هذا البوبوليشن صح لو خلينا هذول two constants هذا البوبوليشن جونز واحد وسميث اثنين وسميث ثلاث جونز واحد سميث كل مرتين يعني ضفنا هاي وهاي في غلط؟ طبعا شو الغلط؟ سميث تكرر مرتين سميث تكرر مرتين واحد واحد معناته شو رأيكم بها هاي؟ غلط ولا صح؟ لا تمثل الكونستريت غلط الكونستريت مور ريستريكتد مور يعني دان دان ريستريكتد الكونستريت فيري ستريكت patient has gender patient uses phone number وعندنا patient has gender وpatient يعني الفرق بين حطينا شو هاي ولا هاي احنا بغرفة في المستشفى في الغرفة والشخص بدنا نشوف قديش شو علاقته مع التليفون اللي في غرفة في المستشفى الشخص غرفة المستشفى يعني مش موبايل في المستشفى مثلا الأولى دوينا الصح كل التليفون واحد يعني هاي which is more realistic السؤال مش غلط صح خلينا نشوف غلط وصح realistic اللي هو بده يكون في غرفة عنده تليفون واحد عنده تليفون واحد هلا بالمستشفى قديش تليفون عند الشخص واحد بس التليفون بيتكرر طيب قديش تليفون قديش شخص بيستعمل التليفون اكثر ممكن يكون اكثر بنتخد في المستشفى بس هو نفس التليفون مزبوط طب مش ممكن يكون انا الشخص اكثر من تليفون داخل الغرفة برضه ليه؟ لا ممكن إذا غرفة كبيرة أكثر من تلك لا أنا ما فيها تخت واحد فيها مريض واحد هل هناك ما يمنع إنه يكون فيها أكثر من تلفون؟ لا ما بيمنع بس مش منطقي مش مش واقعي مش منطقي ما منطقي هذا مهم جدا بس في غالب الأحيان لا فوين أنا أني أنسى أني مو رياليستيك ثاني طيب عبيد أني واحد اللي بتقول ممنوع يبقى أكثر من تلفون في الغرفة؟ الثانية ممنوع يبقى أكثر من تلفون الثانية بتقول ممنوع يبقى أكثر من تلفون بالغرفة صح؟ سوري مش بالغرفة يعني ممنوع يبقى أكثر من تلفون لنفس الشخص الثاني هاي شو معناها؟ ممنوع الشخص يكون تلفونه. ممنوع يستخدم أكثر. ممنوع الشخص يستعمل أكثر. يستعمل تلفونين أو يستعمل أكثر من تلفون. بس ممكن يكون موجود. بس التلفون بيستعمله أكثر من شخص. هاي بتقول ممنوع. التلفون. نفس التلفون. يكون نفس الشخص أكثر مرة. يستخدم أكثر نفس الشخص أكثر مرة. يستعمله نفس الشخص أكثر من مرة. طيب بس هاي بتقول ايش ممنوع يبقى اكثر من تلفون الغرفه مثلا لحظه ممنوع يبقى اكثر من تلفون في الغرفه مش موجوده مش موجوده هون اصلا شفتي كيف فكعتك نيجي لا حكينا كل حكينا عن البايلر هلا اذا بدنا نحكي عن الترنري نفكر شو وين ممكن يكون عندنا يونيك نسيوني وين ممكن يكون عندنا اكثر من يونيكس هون في عندنا بيرسون وفي صابت يعني بيرسون بدرس مادي وباخذ عليها علامه ريتنج
تحصل الكل انه السبجكت بياخذ هالماده ريتنج واحد. لحظه، شو الاحتمالات بغض النظر انه بالحاله هاي نفترض هون اي بي سي، شو الحالات اللي ممكن نحط عليها يونيك؟ يا بنحط هون او هون او هون او هون او هون وهون وهذا الشرح فاضي، أو هون وهون وهذا الشرح فاضي، او هون وثلاثه وثلاثه، او هون وهون وهذا الشرح فاضي، او عليهم كلهم، او على هذول الثنتين من هان لهان كامل، او على من هان لهان كامل، او هاي وهاي مع بعض كامل. اني وحالي يا منى انا بحكي مثلا بيرسون والعلامه والسبجكت. هلا انت لك علامه واحدة في هذا السبجكت، اذا السبجكت والريتنج هم اليونيك ومربوطين مع البيرسون، هم يعني فهم علي التنتين لازم يكون يعني هم التنين هم السبجكت والريتنج. السبجكت والريتنج لا للبيرسون والريتنج مع البيرسون سبجكت والريتنج يعني على وين هون السبجكت والريتنج هيك السبجكت والريتنج قال من هون لهون لا هذا ممنوع يتكرر مش يعني ممنوع يتكرر شو اللي ممنوع يتكرر لنفس البيرسون ممنوع الطالب ياخذ الماده بالضبط ممنوع الطالب ياخذ الماده بالضبط مش بدها انا رايي احكي على الثلاث من هون لهون على الثلاث هاي معناها ممنوع يبكى واحد اسمه عمار ونولج انجينيرنج وعلامته 95 بنفس الوقت مرتين أنا مرة يبكى له 95 مرة يبكى له 65 ممكن تنتين يعني على التنتين الاخر لا هو كان ثلاث بس انت تقول اثنين اللي هن تنتين الاولانيات والتنتين الاخرانيات مع بعض هيك يعني قصدك هون وهون ايوه هيك منطقي هيك منطقي مرة تقول الاولى والاخيرة يعني معناته هيك اذا اعطيتك العلامة والمادة بتعطيني اسم الشخص هاي اللي هون يعني قلت لك مادة النولج انجينيرينج انو جاب 93 بركبتين هيك معناها لازم شو اسوي؟ يجيب شخص تعطيني شخص واحد صح؟ لا هو البيرسون طبعا هو البيرسون والريتنج انا بقول لك هاي انا لا انا بوضح لك هاي شو معناها؟ هاي شو معناها محطها من هون لهون كاملة هيك معناها اذا بعطيك المادة والعلامة المادة والعلامة تعطيني شخص واحد مستحيل الكلام هذا منطق؟ لا طبعا مش طيب جرب هاي من هون لهون إذا أعطيتك الشخص والعلامة بتعطيني يعني مادي واحد مادي صحيح؟ لا البيرسون على السبجكت بنحط الريتنج كم فيش عليها ايش؟ اها من ها هاي وهاي مع بعض البيرسون والسبجكت لا الريتنج خليها لا الريتنج الريتنج معناته إذا بعطيك الشخص والمادي والمادي بتعطيني العلامة صحيح؟ صحيح أشوف ايه بيرسون سبجكت از كومبينيشن مع بعض مش هاي يونيك لحالها وهاي يونيك لحالها مع بعض از يونيك يعني هيك بيت شمال دوله بيت شمال نفس الطالب اخذ نفس الكورس لا ما بحكيش على عائله الماده هون مش عادي مثال مبسط يعني تسجيلك الفصل هذا تيبل انت شو مسجل الفصل طيب تلاحظوا هنا وين ايه شكلي خربشت في الرسم ونسيت احط شو هو السهم اللي كنت السهم من هون السهم مزبوط لا لا كومبينيشن في فرق بين هاي هيك معناها انه هاي وهاي مع بعض مش هاي لحال وهاي لحال وصلت لي طب بس دكتور معلش تفضل اذا بترجع الاكزامبل اللي قبل لما يكونوا الثلاث مع بعض ايش بالضبط بيكون معناها وشو بتفرق عن هاي معناها منو بده يجاوبه ديما بالوضع اللي هو هلا فيه كل شخص بالماده له علامه واحده اذا كانوا الثلاثه سوا الشخص ممكن ياخذ الماده اكثر من مره يكون له اكثر من علامه فيها بس بشرط انه ما تتكررش علامته نفترض بفصل واحد طلاب اذا فصل واحد فصل واحد بصيرش كل شخص اكثر من ماده في اكثر من علامه مش لا يعني بصيرش نكرر الركض حتى لو حط في كل السنة اسمع عارف شو معناها بصيرش نكرر الركض كرر الركض بس معناها بصيرش نكرر الركض بس
فلو حطينا دكتور سهم من اولها لاخرها ما هو هذا اللي بنحكي عنه ما بزبطش يعني ما هذا اللي بنحكي عنه شو غلط فيه هاي البرايس دي معناها ممنوع نكرر الريكورد هيك معناها الكونستريت من هون لهون كل الريكورد يعني ادم في الماده كذا 112 جاب 7 ممنوع نكون ادم بال 112 جاب 7 ممنوع نكرر الريكورد كل الريكورد ما انا قصدي هيك يعني نحط سهم من اول العلاقه هذا الكلام بيعنيش شيء غير انه ممنوع نكرر الريكورد يعني بقولناش اذا اعطيتنا العلامه والطالب بعطيك الريت تبعه بقولهاش لاحظ بس هاي امبلايز هذيك طلع هذا الامبوسيبل كومبينيشنز لاحظوا من هون لهون او على هاي وهاي على اي وبي على اي وسي او على بي وسي او على كله لاحظين؟ انا بتظبط طيب بوليتيشن نرجع للسياسي بوليتيشن وكانتري وير وين لازم يبقى شو اللي نقوله؟ أكوردينج لهذا البوبيوليشن نروح السياسيات وأدخل أكثر من دولة نفس السنة على أول اثنين تطلع تطلع شو؟ إذا تطلع هذا البوبيوليشن شو بنكون؟ بس على الكونتري بنكون على 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 البوليتيشن والكونتري على البوليتيشن والكونتري عليها كلها والكونتري على كلها لحظة تختلفوش لما واحد بقول على نصها واحد بقول على كلها معناته نصها صح معناته النص تشمل الكل لا لا مش معناته صح الكل بيشمل معناته انه هذه تشمل الكلية بس هو بقول وكأنه بده يمنع شيء أكثر هلا حسب البوبليوليشن هذا شو اللي شو اليونين أول وثاني الرئيس مع اليونين الرئيس مع اليونين سنة مع الـ الكونتري الرئيس مع الكونتري مع السنة مع السنة كلهم يعني على مستوى الرو كله ايوه الرئيس بتكرر معي ركزوا كلينتون مع استراليا بتكرر كلينتون مع استراليا بتكرر بس بشوف السنة الرئيس مع استراليا تكرر بس بشوف السنة بس ما انت حاطط عليه كونستريند اي لانه ما بتصيرش تكرر طيب بس الرئيس مع السنة ولا بتكرر لما هو مع بس لا هاي بال 95 هاي بال 94 الرئيس مع السنه بتكرر ما الرئيس بالسنه بس مش كونتر ثاني ما كونتر مختلف مو الريكورد ممنوع يتكرر هنا والريكورد بتكرر معناته كله فهمت ما عندك معناته كل الريكورد بتكرر كل الريكورد طيب هي لما بكون اكثر من بس مسموح انه نحط اكثر من كونستريان بزبط هاي على هذول وعلى هذول او هذول وهاي وهاي او بزبط حتى الثلاث عادي بتحط كونسيرت على الثلاث او هذول عارفين شو معناها كل واحد مرات مرات فيش اوفرلاب بين مرات واحد يمبلس الثاني طيب انو كونسترينت هون ممنوع شو ممنوع كيف ممنوع يا ممنوع اخر واحد الليجل الليجل هذا الاول صح الثاني صح الاول صح الاول صح شوف تكررش الثاني ما تكررش انا ليش غريب ليش سبحان الله ذاك كنت قعدت اخذته بالداتابيس شيء يسموه فانكشنال ديبندنسي ايه اخذته في الداتابيس شيء يسموه فانكشنال ديبندنسي شو يعني معناها الاعتماد الوظيفي يعني يسمي اللي هو شكله مرتبط بالقسم اللي حط لا انت خرج مني نجاح بس بشتغل بالقسم المفتوح اه كونستنت طيب انا بحكي انا عندهم كل شيء بالعرب ما عمريش فكرت بالفانكشن اللي بالناس الاعتماد الوظيفي انا مش مطور تجربه بالعربي اسمه الاعتماد الوظيفي مش ترجمه اعتماديه الوظيفي هيك بترجموها في كتاب الداتا بيس الاعتمادية اوكي انا وين الاعتمادية ليش الاعتمادية بالوظيفة عشان طيب انا ممكن درس النورماليزيشن
درسنا درست النورماليزيشن. طيب فكروا من بداية النورماليزيشن ليش هاي غلط؟ صح لازم يكون في دائما ريليشن بين تورو وايش هذا بسموه تيوبس بس. انا على كل حال انا اعطيتكم اللي وات از ليجل اعطيت لكم اياهم هذول وهذول وين في غيرهم في كابل كمان صح؟ هذول هاي اول سلايد 10 تذكروا هذول مسموحات وهذول اللي بسلايد 14 مسموحات وهذول مسموحات ما تبكر غلط مش مهم عندي انهم بالسلايد بس انا بدي اقول هسه ليش هاي غلط؟ مثال مثلا طالب وعلامة ورقم الطالب طالب وعلامة ورقم الطالب لا أول وحدة رقم الطالب من هون؟ لا من هون رقم الطالب طالب اسم الطالب اسم الطالب اسم الرقم والاسم والعلامة والعلامة فاش تقول مثلا واحد مثلا مثال مليح واحد نعرف اسمه سعيد ماخذ 95 2 سعيد ماخذ 95 هاي الرقم ما تكررش بس الاسم بيتكرر الاسم والعلامة ممكن يتكرر بس هذا ما ينفعش بلشت صح بس ما زال ماشي صح هذا شوف ما راح طب وحكينا الاسم والمادة والعلامة سعيد علوم هلا هلا انا بسالك سؤال ما عمرك ما درست الاو ار ام في الداتا بيس الرقم والاسم والعلامة رقم شو الغلط في هذا الدليل؟ الرقم مش راح يتكرر ما هو رقم الطالب بس الطالب راح يتكرر يعني الطالب اسمه بيتكرر اسمه بيتكرر هل لو انت لو اعطيكم تابل اسمه بيرسون انا بحكي لك كلمه يعني بس بعرفش هلا التكرار اخر كلمتين في الريليشن بينهم بفرض عليك التكرار في الاولى بتكون شيء منيح كمان التكرار الكلمتين الاخرانيات في العلاقه بينهم بفرض عليك انه في شيء يونيكنس في الكونستنت على الاولى زي مثلا انا ما حطيتش مثلا بس هيك يعني حطيتها بعقلي فاهم علي زي مثلا طيب نرجع لمثال شريحة رقم الطالب يا عمار إذا شفت عندك في البنك تيبل مكتوب فيه رقم العميل واسم العميل وكديش معه مصاري محطوط يونيك البرايمري كي محطوط على رقم العميل هي غلط هذا التيبل طبعا اسم العميل مشيش من نفس التيبل شو يعني بيجيش من نفس التيبل يعني منين بيجي من التيبل ثاني إذا في سبليت للتو تيبلز إذا معناته هاي لا دائما لما بنشوف واحدة طويلة بالمناسبة خذوها قاعدة لما نشوف واحدة طويلة دائما لازم واحدة منهم وبس تبكى فيش عليها يونيكس لا أسمع دائما لما في عنا في عنا واحدة هيك زي هيك طويلة ممكن إن ممكن عشرة رولز مع بعض طويلة على أكثر اثنين احنا عسل ثلاث دائما لازم بس واحدة اللي إن ناقص واحد دائما بس واحدة اللي فيش عليها يونيكس ليش؟ لأنه إذا بتزبط المثال اللي كانت تشريها الرقم العميل اسم العميل قدامها مصاري معناته لازم تعمل سبليت للتيبل معناته هاي مش إليمنتري فاكت تايب مش إليمنتري يعني لازم نعمل سبليت لتو تيبلز لازم هاي بتصير رقم العميل واسم العميل ورقم العميل وكده ما حصل فهمت ليش غلط؟ طب حساب الشكل وحساب الاوردر دي كان شيء ثاني ملاحظيها؟ لا والله ما وصلت يعني مشان كل المعلومات اللي عندك بالغلط في النورماليزيشن وين انت بتعمل سبليت؟ ناسي نورماليزيشن
اذا فهمتوه الاول من اليوم ركزوا معي ركزوا معايا عدل. لما انا بكون عندي لما بكون عندي هيك بنقول هاي مفتاح لهذول الثنتين صح؟ هاي شو يعني لهذول الثنتين؟ يعني هاي مفتاح لهاي وهاي مفتاح لهاي. هذول الثنتين ما لهمش علاقه ببعض صح؟ هذا الكلام معناته انه هاي مش إليمنتري فاك تايب يعني معناته بنقدر نجزئها معناته لازم نجزئها يعني الاعتماد الوظيفي بالمفتاح هاي بتعتمد على هاي الاسم بيعتمد على خلينا بالانجليزي ضيعت فانكشنال هاي فانكشنالي هاي فانكشنالي ديبندنت اون هاي اللي عليها المفتاح يعني انه ما بصير انا اجي اقول انه عندك اليونيكنس او هيك نقول دائما لما في عندنا ثلاث لازم يكون على الاقل اثنين على الاقل اثنين أربعة على الأقل ثلاث أربعة على الأقل ثلاث عشرين على الأقل وإلا مش بلاند 19 فهمتي؟ آه بس ما فهمتيش جزء فلسفتها يمكن آه فلسفة الموضوع تتذكري إنه لما بكيت في بداية المحاضرة الماضية بكيت أقول لكم شو معنات إليمنتري فاكت أي فاكت تتجزأ لازم نجزئها إذا ما جزئناهاش فيها بصير في ريدندنسي وغلط. هلا متذكري؟ هاي مش هاي انديكيشن لما بتزبط بس هون معناته في هاي تتجزا معناته لو كسبنا هاي ثلاث لثنتين يعني باينريز مثلا هاي A B C عملنا A و B مع بعض بتزبط بضل A يونيك وكمان A و C مع بعض بتزبط بضل يونيك تزبط نجزئها ما دام تزبط نجزئها معناته في غلط من الاساس لازم تجزئها بالمطلوب لازم تجزئها مش بايمر فاكت تايب شفتي؟ وضحت؟ الكل وضحت له؟ طب هاي مثلا غلط ولا صح؟ غلط طبعا هاي غلط يعني انا في طب خذ مثال الطالب والمادي وترتيبه بالصف الطالب والمادي وترتيبه بالصف هذا نبدأ من هون الطالب والمادي وترتيبه بالصف طالب ترتيبه بالصف يعني نفترض انه انت تخزن في على شو بسموه على في داخل مادة واحدة انا بسجل بس طلاب النولج انجينيرينج فالطالب نقدر نكرره؟ لا الطالب والمادة نقدر نكرره؟ لا انا مثالي بقول انه إذا بعمل الطالب والمادة وترتيبه بالصف معناته برضه مش لازم نكرر الطالب مع المادة. خليها بعدين. بالعكس. خليها بعدين. هي بس كونسيبت بوينت في حكيت لنا إنه إذا كان ترنري بصيرش يكون على لازم يكون عندنا راين ماينس 1. على الأقل. على الأقل. هذاك مش راين ماينس 1. هاي معناها على الأقل وعلى الأكثر. كونسيبت بوينت أوف فيو ما في. لا هاي معناها على الأقل وعلى الأكثر. بس ما نفهم ليش. ما فهمناش موضوع ثاني. طيب نبدا انا بدون انا بدي احكي بدي بصراحه انتم تحكوا خاصه وليد يعني دائما ما بقدرش بقول دائما ساكت في المحاضره يونيكنس في المحاضره هو الدكتور صراحه صعبتها شويه يعني مش سهل وانا بنكت على عشان قربنا نخلص خلصنا صرنا دقيقتين وضع عشان سلايدز الساعة 5 خليها مرة جاء دكتور أنا نمويت مع الدكتور دكتور عميل تقسم دكتور أمام طيب نكمل محاضرة سلايد 17 شكرا دكتور سلايد 17 بتكمل